ينضم إلينا من عمان للحديث عن نفوذ إيران وسيطرتها على المعابر الحدودية مع العراق وإصرارها على استمرار فتحها بالرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا. ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. سيد حسين، بداية نبدأ من تصريح صندوق النقد الدولي حول تأكيده أن تداعيات جائحة كورونا ستكون الأسوأ في بلاد الصراعات كالعراق. عدم وجود حكومة وطنية تهتم بمصالح البلاد، باعتقادكم كيف ساهم في تفشي فيروس كورونا في العراق؟ أعتقد أولا أهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة وتحياتي لجمهوركم الكريم. أهلا بك. الحقيقة قبل أكثر من شهر ونصف أدرتم حوارا بهذا الاتجاه معي، وكان رأينا أنه آنذاك كانت الإصابات أقل والعراق يعني لم يعاني من ثقل الجائحة، وقلنا أن الله وحده هو الكفيل بحماية العراقيين وليس لديهم ما يحميهم سوى رحمة ربك، وأن هذا العراق اللي تعرض لكل هذه البلاوة والمشكلات والدمار والاقتتال والحرب والتآمر والسرقة والفاسدين، يعني لو لم يكن بلدا فيه الأولياء والصالحين ولو لم يكن بلدا عريقا لانتهى كبلد. نعم. انتهى كبلد تماما. نعم سيد حسين، لكن العراق سر أحد أسراره أنه فعلا بلد يد الله فوق العراق، لهذا الشاعر العراقي الأصيل الذي كان يغني ما قبل الاحتلال. نعم سيد حسين، أمام هذه الجائحة باعتقادكم على أي أساس أعطت إيران لنفسها الحق بالإصرار والضغط لاستمرار فتح المعابر الحدودية مع العراق؟ وكيف للأحزاب والنواب في البرلمان أن يقبلوا بفتحها رغم الضرر الكبير الذي لحق بالعراق على خلفيتها عبر ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا؟ يعني الكل يبحث عن مصالحه والإيرانيين يبحثون عن مصالحهم، ولا يعنيهم ما سيحل بالعراق بالتأكيد في هذا الموضوع. المشكلة ليست لدى الإيرانيين، المشكلة لدى من يسمون نظاما سياسيا وحكام وقيادات في العراق. نعم. التي أتاحت للإيراني وغير الإيراني استباحة الحدود العراقية. هؤلاء الفاسدين لا يمكن يعني أن يعالجوا مشكلة لا في داخل البلد ولا مع الجوار ولا في الخارج. نعم. يعني النظام السياسي هو الذي يتحمل المسؤولية. الإيراني لديه سلطة ولديه تجار يودون أن يفتحوا حدود ولديه مكاسب وعليه حصار ويبحث عن منافذ. نعم. إن وجد فاسدين ورجال سلطة أراغوزات يتعاملوا مع الخارج بالتليفون وخاضعين للإملاءات الإقليمية ويمثلون مصالح إيران أكثر من مصالح العراق، بالتأكيد ستدخل كل بضائحهم. نعم. وستدخل محاكل المشكلات يعني. نعم سيد حسين، باعتقادكم إذا قبل العراقيون جدلا بضرورة فتح الحدود مع إيران، السؤال هنا لماذا تبقى عمليات التهريب التي تقوم بها الميليشيات مستمرة؟ وكيف لبلد أن يقبل أن تكون الميليشيات هي واجهة معابره مع بلد آخر؟ لأنه الكل يحاول أن يتهرب من الرقابة المحلية أو الدولية في هذا الشأن. نعم. يعني الميليشيات التي تتاجر هي تتاجر من خلف ظهر القانون ولا تريد أن تسجل عليها نقاط تحاسب عليها لاحقا. حتى هؤلاء السراق والفاسدين والميليشيات يعني تتحسب لما بعد الغد وما بعد الغد قد. نعم. تطالب، وبالتالي لهم مصلحة أن يتهربوا من رقابة الدولي والأمريكي والوطني في العراق. نعم. فالمعابر الغير شرعية هي موجودة وستستمر حتى ما لم يكن لدينا سلطة فاعلة وطنية مخلصة شجاعة. نعم سيد حسين، جائحة كورونا كشفت من جديد ضرورة التخلص من نفوذ إيران على العراق. هل تعتقد أن الكاظمي بعد زيارته ودعمه للميليشيات هل يمكن أن ينجح فعليا في كبح جماحها وينفذ ينفذ وعده بعراق مستقل كما ذكر؟ الكاظمي ومن راهن على الكاظمي وراهن على البغدادي وغير البغدادي وكل المسميات التي أتت والتي ستأتي والتي ذهبت إلى مزبلة التاريخ، يعني مراهنة فاشلة يائسة غير منطقية. الكاظمي منتج من منتجات التوافق الإيراني الداخلي والإقليمي والدولي. نعم.
وبالتالي لن يخرج عن هذا السياق. أما بعض الحمقى وبعض المتكسبين في الإعلام وبعض تجار الصحافة يروج لهذا وذاك لمكاسب ذاتية صغيرة، نعم لا يودون أن يطرحوا الحقيقة. والطبقة السياسية الفاسدة في بغداد أكيد لها مصلحة في أن لا تسقط يسقط هذا النظام السياسي، وبالتالي تروج كل يوم أكذوبة على العراقيين. نعم سيد حسين، العراق مشكلته أعمق من كاظمي وأعمق من البغدادي وأعمق من أي شخص في العراق. نعم، لعل الجانب الاقتصادي جزء مهم ويمثل عصب هذه المشكلة. يعني اقتصاديا مسؤول إيراني يقول إن العراق احتل المرتبة الثانية في الاستيراد من إيران خلال الأشهر الماضية. ألا ترى أن هذا مؤشرا آخر يدفع لضرورة التوجه لاكتفاء العراق زراعيا وصناعيا ودعم هذين القطاعين؟ أخي أنت ليش بتطيل؟ أنت حط مقطع، يعني التقرير اللي تفضلته فيه كافي للإجابة على كل هذه الأسئلة. ثم تفضل. ألم تستمع إلى وزير الصناعة عندما كان يتحدث للإعلام وقال اشتغل أي شيء، لا ممنوع عليك تشتغل صناعة، ممنوع عليك تشتغل زراعة، نعم. أنت ممنوع عليك كبلد إعادة الإعمار. من يقول أن مشكلة الكهرباء في العراق فنية؟ المشكل سياسي. من يقول أن مشكلة الزراعة في العراق مشكلة فنية؟ العراق لديه خبرات تزرع المنطقة ولديه إمكانيات وقدرات التفوق على إيران وتركيا، نعم لكن ما في إرادة سياسية، ما في دعم، ما في قرار. نحن الآن في حالة انعدام وزن، لسنا بلد مسمى، نحن مسمى بلد اسمه العراق مستباح شكرا للداخل والخارج. الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.